حبايبي طلاب الصف الخامس الابتدائي، هحل معاكم النهارده الملحق بنحلها من صفحة 21 لصفحة 27. طبعا هنا الأفعال، هو هعطيك الديكتيشن، هتحط له الأفعال اللي هو مثلا زي travel، هتبقى traveled أو الباست بتاعها. وانت خد بالك الفعل في الإنجليزي التلات تصريفات travel traveled، ده وده برضو مش منتظم. طب ماشي يا ملحق. become لا became، الاو بتتحول لايه؟ بس باز باست. harvested ده توك بتحط الاد بس. kept ده شاذ غير منتظم. reply الواي بتتشال حط ied. preferred ده منتظم. ووف يعني ينسج او نسج، والماضي مضارع ويف. سيل سولد بي، طبعا هنا في سيرفيد سيرفي، سيرفي اللي هو يبحث او يتفحص. هنا في ريستد اللي هو ريست يتبقى او بقى، يعني الماضي بتاع شاين. هنا هيرد هير يسمع، والماضي heard. fly flew f l e w. understood understand اللي هو يسمع يفهم. under اهي وبعدين stand يقف، الاثنين يعني تحس ان هو تحت الوقوف مثلا، لا هو هنا معنى يفهم. فعل غريب شويه. يلا بنقلب الصفحه. I gnawed the vegetables with a sharp knife. sharp knife يعني سكين حاد. طبعا هنا chop ليه؟ ده مضارع بسيط، احنا كلنا بنعمل كده، بنقطع خضار بسكينة حادة. we must not in the library. we mustn't يعني لا يجب. eat must او mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. must او mustn't بيجي بعدها الفعل في المصدر. لك نقط boat and sold things like gold wood linen and grains. بيبيع الحاجات دي كلها، ده اكيد التاجر trader. طبعا كلمة grain يعني القمح، والتريدر اللي هو التاجر. الscribes اللي هو الكاتب. الcraftsman اللي هو الناس اللي بيشتغلوا في الأعمال اليدوية. crabs and fish، الcrabs ديت اللي هي الكابوريا، والسمك طبعا مخلوقات بحرية living things. are living يعني أشياء حية. إنما rocks أحجار، non living things الأشياء الغير حية اللي موجودة في النظام البيئي بتاعنا. والrock pool اللي هي البحيرة الصخرية. made things from clay، clay اللي هو الفخار او الصلصال، والود الخشب، والجولد الذهب. مين اللي بيعملوا الكلام ده؟ الكرافتسمان اللي هم الناس العمال اليدويين. وليد looks after، وليد بيهتم جدا بالهيبوس اللي هم افراس النهر. he not prepare their food، هي هو اللي لازم، هو طالما هو بيهتم بيهم هو لازم اللي must prepare يعد الطعام بتاعهم. he not play music، play music بيلعب مزيكا. الجورناليست لا طبعا اللي هو الراجل بتاع الجورنال الصحفي، لا الريسبشنست ده موظف استقبال، لا البيانيست اللي هو لاعب البيانو او عازف البيانو. الساينتست العالم او البيانيست. هي نوت ووكس تو سكول، بيروح المدرسه ماشي. هي اولويز تيكس ذا باس، لا هي نيفر. بس هنا ووك يعني يمشي، يبقى هنا دازنت. عارفين لو ووكس هنقوله نيفر، لان نيفر بتسمح بظهور الايه الاس، انما doesn't بتاخد الاس. كنا بنقوله زمان نظم وكرش بتاكل الاس. scribes اللي هم الكتاب كمكاتب. know how to work ولا how to read، ايوه how to read and write، هي دي نمبر 1. one famous queen in ancient Egypt، وملكه مصريه مشهوره في مصر القديمه. حتشبسوت مثلا مش عارف was حتشبسوت، هي دي نمبر 2. everything is in the natural world، كل حاجة موجودة في العالم الطبيعي. is connected متصلة، يعني كل حاجة في الدنيا متصلة ببعضها سبحان الله. number 3. number 4 I am a vet، vet يعني طبيب بيطري. يبقى I work with animals، وبشتغل مع الانيمالز مع الحيوانات. بيقول لك هنا هيلوغرافس اللي هي اللغة الهيروغليفية. is a writing system، نظام كتابة بيعتمد على الرسوم. that consisted is about of about 500 signs، بالظبط بيحتوي على 500 اشاره، دي نمبر 1. what did doctors do، الدكاتره بتعمل ايه؟
هو ده they looked after ill people، بيهتموا بالناس المرضى. I want أنا أريد to be a crafts woman، أنا عايزة أكون امرأة بتعمل عمل حرفي. أيوة هي دي I like making beautiful pots and clay، بحب أعمل حلل وأواني من الخصلصات. Number three. Number four. Scribes اللي هم كتاب kept records and lists، بيبقى عندهم سجلات وقوائم. أيوة هي دي four important things، من الأشياء الهامة. خد بالك دي number four. ونحن تمام هي دي mustn't، ما هو لازم فاعل، فاعل في الايه في المصدر، طب بعد الافعال الناقصه mustn't ده فعل ناقص. نحن لا يجب eat على طول، ما فيش فاصل، we mustn't eat in the classroom في الفصل، ده نحن لا عند الان ما كلوش في الفصل. نمبر 2 هاني، ماله هاني ده حبيب قلبي، هاني ده في هنا must يبقى بعد الفعل على طول، وبعد must في فعل eat، هاني must eat more healthy food، طعام صحي اكتر، ودايما healthy دي بتيجي معاها حاجة لانها صفة صحية، healthy يعني صحي. it's important too ده تعبير على بعضه، it's important too فعل في المصدر، work very hard في very منسوهاش hard، يعني مهم ان احنا نشتغل بجد. traders اللي هم التجار، مالهم النبي حلوين traders مالهم دول ده الفاعل، عايزين الفاعل traveled ماشي traveled يعني بيسافروا، طبعا التجارة زمان كانت عبر النيل traveled up and down، بيسافروا في اعالي النيل واقصاه ده النايل. craftsmen craftsmen دول اللي هم التجار، مالهم عايزين فعل يا جماعة wear wear making، أيوة هي دي wear making، يعني التجار اللي الصناع اللي هم العمال يدويين، يعني كانوا بيعملوا great things، كانوا بيعملوا حاجات جميلة جدا. wear good at، فينا good at يا جماعة، أنا أسف good at wear good at making things، شطار في صناعة الأشياء. الجملة اللي بعدها you اللي هو أنت يعني mustn't، ما احنا قلنا بيجي بعد الفعل على طول، mustn't ايه فعل، walk on the grass ما ينفعش تمشي على الزرع يا متحد. قلنا اللي بعدها شريف فعل loves يحب playing يلعب computer games، شريف بيحب يلعب الكمبيوتر games اللي هي العاب الكمبيوتر. هو من للعاقل، بصوا يا جماعه في هنا فعل ناقص اهو، يبقى لازم يجي بعد الفاعل، بعد تاني حاجه على طول بعد الفاعل، لو حتى لو بتسال بيه بيبقى هو فعل ناقص او فعل مساعد، اعمل هو كود، عايزين فعل اساسي بي. هو كود بي دكتورز، مين اللي ممكن يبقى دكتور؟ هو كود بي دكتورز ان انشنت ايجيبت، مين اللي ممكن يبقى دكتور في الانشنت ايجيبت؟ يعني ازاي كده باخد شهاده طب يعني ولا ايه؟ مش فاهم السؤال. اقلب الصفحه، الخلفيه عندي هنا قران لان انا النهارده الجمعه، خدوا بالكم رين ده ماضي rained، بليف بليف دي افعال كده لحد كده، الراجل ده بيتكلم في المنتظم. خش على بعده نقط بوت باي يشتري، مين يعني مينت، stay يبقى stayed، ما غيرناش الواي عشان قبلها حرف متحرك. pass passed ask asked knock knocked reply replied become became said say hurt hurt how often do عشان they يبقى do، هذا مضارع بسيط. ازاي ان احنا كم عدد المرات احنا بنقرا كوميك بوكس، كتب كوميك كوميدية. the very hot summer became a heat wave، يعني ال ال ال
الحر الجامد، الصيف الحر الجامد بيحصل منه ايه؟ هيت ويف اللي هو موجة حرة. ساند ستورم يا عاصفة صحراوية، تورنيدو ده اللي هو الإعصار، وفلاد اللي هو الفيضان. There is a lot of water، مية كتير. During ده أكيد فلاد يا جماعة، ده فيضان. لكن الساند ستورم دي عاصفة رملية، هيت ويف موجة حرة. تايدل ويف دي برضه دي اللي هي الموجة العارمة اللي هي بتبقى يعني مكسرة الدنيا وشغل ايه جامد. مها نقط تيكس ذا باص، مها اللي بتاخد الباص تو سكول. شي تيكس ات افري داي، كل يوم بتاخد الباص للمدرسة، كل يوم كل يوم، يبقى اولويز دايما. لما انتهينا عنك نيفر، لا ابدا، هي طول عمرها، لكن سام تايمز احيانا، لا برضه اوفن غالبا، لكن هي دايما كل يوم. ا هيت ويف از وين ذا نقط جاز اب ذا تمبريتشر، لما التمبريتشر اللي هي درجة الحرارة بترتفع، ده اسمه هيت ويف. انما رينبو ده اللي هو قوس قزح، والكلاودز يا حبايب قلبي السحب، والرين المطر. It's usually cold and not during winter، اثناء during دي يعني اثناء ايه؟ اثناء الشتاء. يبقى cold and rainy، rainy يعني ممطر. اللي بعد how not do you climb mountain، I never climb mountains. دي هاو اوفن يا جماعة، كم عدد المرات اللي انت تسلقت فيها جبل؟ قال له عمري ما انا تسلق الجبل. ويا جدع الناس اساسا اللي مؤاخذه يعني، بس ماشي. كريم ماله نيفر نقط صودا، الصودا دي يا جماعه بتتشرب درينك، بس خد بالك ده كريم يعني، هو يعني هي، نحط الفعل اس اذا كان الفاعل هي او شيء او ات درينكس، عشان نيفر دي بتسمح بظهور الايه الاس. يا ده يلا بينا توصيلك ووصل. هاو از ذا ويذر ان شرم الشيخ، ازاي الطقس في شرم؟ ها واحنا ما شفناهاش صراحه عشان نكذب يعني. اي ثينك اتس طبعا جريت، ده في هنا يبقى بان، بس كنا ان كلاودي بارد وفي سحب، هروح برضه. نمبر 1 الكسندريا هاز اراوند، في حوالي 8 تايمز مور رين، 8 يعني 8 مرات شتاء. خد بالك هنا مور رين يعني اكثر، ده عايزه ذان يا اولاد، اختها ذان، هاتوا لها ذان بسرعه لا تزعل. ذان كي هو ده نمبر 2. يلا نمبر 3 ميك شور يو هاف تورتش، اللي هي الكشافه يا اولاد، تمام؟ لما انت هتاخد الكشافه ما تبقى الدنيا ضلمه. اها وي نيد ات تو سرفايف، بالظبط عشان سرفايف اللي هو يكتشف وكده ويتعمق ويتجاوب. المهم ان هو سرفايف. نمبر 3 there was lots of sand in the air outside. خد بالك حصل لك هنا نقط يعني اند، يا ضمايه اند ات واز تو ديفيكلت تو سي، هي دي عشان في رمل كتير فصعب ان انت تشوف. تو ديفيكلت تو ديت يعني بدرجه جامده، ما تقدرش ما اقدرش. دي نمبر 4. طب بنقلب الصفحه، اخر صفحه في الفيديو عشان نصير نروح. لا استنوا معلش لحظه، انا ما شفتش نمبر 4. نمبر 3 يا جماعه اللي هو بيقول لك there might be a power cut، باور كات يعني قطع كهرباء، والله ما شفتها اساسا سوري معلش يا جماعه، عندي برد بيخليني اساسا مش شايفه. يلا بينا. ناديه never swims in a pool، ناديه عمرها ما عامت في البول، تمام؟ شي كان سويم عشان ما بتعرفش تعوم، دي نمبر 1. الكسندريه اللي هي اسكندريه يعني مالها؟ از جوينج تو هاف ا ستورم، عاصفه، هيبقى عندها عاصفه في اسكندريه، تمام؟ هوت داي، لا سو ستي ات، هي دي عشان كده ستي ات هوم، ابقى في المنزل يا ضنايا، هي دي نمبر 1. طب سوري نمبر 2، دونت ستاند نير وايرز، وايرز يعني اسلاك، ما توقفش جنب الاسلاك عشان حد حاطط لك نقطة، يبقى جملة تانية they can بالظبط fall and give you an electric shock، بعد الشر عليه اللي هو صدمة كهربائية، يعني ممكن الجهاز السلك يقع لوحده ويعمل لك صدمة كهربائية، بعد الشر يا حبيبي. نمبر 3 نمبر 4 how often، كم عدد المرات does it rain in Cairo، it doesn't often rain in Cairo، مش دايما بتشتي في القاهرة، دي نمبر 4. رتب مام الله يرحمها. خد بالك في هنا في هنا ظروف تكرار بتيجي قبل الفعل، يبقى sometimes احيانا. drink تشرب orange juice full stop. how often كم عدد المرات، بيجي بعدها فعل فعل مساعد does، وبعدين فاعل اللي هو it. does it rain، فعل في المصدر in Alexandria في Alex. حط كل السنة في الاسطبق واسكت يعني. وي اللي هو نحن.
عايزة فعل يا جماعة، فعل ما احناش عارفين الأفعال فين. هاف بالظبط، هاف نحن لدينا أو نمتلك. very hot عندنا حار جدا، summer الصيف حار جدا، أو أصياف جمع صيف مش عارفة، جمع صيف حار جدا. very hot summers in Egypt في مصر. تعرف جمع صيف يقول لنا في التعليقات يا جدعان. لقصر ملها النبي جميل. is going to have، going to يعني معرضة لإيه؟ ل have a storm full stop. it's طبعا always، ما هي always دي بعد verb to be على طول. sunny دايما مشمسة فين؟ في القاهرة يا شباب، مستقبل جميل. sunny in Cairo